ده كلام مهم جدا. كنت ما اتكلم للدكتور سعد شلبة يا دكتور احمد، وانت برضو من الموثقين المدققين الحقيقه، في كرة القدم لما يبقى عندي 144 بطولة الأمر ما يستدعيش ان انا اخاطب المراكز التوثيق العالمي، بالذات حتى موسوعة الأرقام القياسية وإدارتها، الاتحاد الدولي لكرة القدم وإحصاءاته ولجانه، ان انا ازاي اقدر اعتمد ال 144 بطولة في ال 115 سنة في ال 115 سنة. هي ده شغل رائع منك، دي 144 بطولة للآلة في ال 115 سنة في كرة القدم يا جماعة، وكلها بطولات موثقة ورسمية، حتى اللي أقيم تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم قبل بداية كأس مصر حتى كأقدم البطولات الرسمية، كلها موثقة وموجودة. كلها موثقة، وده دورنا هنا إن احنا يا ريت النادي الأهلي يعمل حاجة توثق البطولات دي، إن هي لازم يبقى خلاص حاجة نسجلها، بحيث إن أنت لما تيجي 150 بطولة، ده في ناس بتاخد بطولة ودية بتعمل حفلات وبتحتفل صحيح وبتطلع وبتاع، ما بالك إن أنت عندك النادي الأهلي واخد 144 بطولة رسمية. يعني نقولهم بالتفصيل كده، النادي الأهلي لو استعرضناه على الشاشة هنلاقي إن هو واخد طبعا النادي الأهلي في الدوري المصري، نجيبها على الشاشة بس 42 بطولة. خلينا اقول لحضرتك ان برضو من ضمن الحاجات ان طبعا النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا نستعرضها بس. ال 42 دوري؟ 42 دوري. وكاس الاحصائية كاملة. هاتها بس على الشاشة. ايوه 42 دوري، 37 كاس مصر، دوري منطقة القاهرة 16، كاس السلطان 7، السوبر المصري 12، كاس الجمهوريه العربيه المتحده 1، كاس الاتحاد المصري 1، دوري ابطال افريقيا 10. طب نكمل في برضو السوبر الافريقي، نكمل الكونفدراليه مره، السوبر الافريقي 8، كاس الكؤوس الافريقيه 4، كاس الافرو اسيويه 1، كاس العرب 1، كاس الكؤوس العربيه 1، والسوبر العربي 2. لما تجمعهم تلاقيهم 144 بطولة، ودي البطولات اللي اتكلم عليها كابتن محمود الخطيب في المؤتمر بتاع توقيع شركة اتصالات مصر. دي بتأكد ان انت عندك النهارده 144 بطولة. فالمطلوب او ان احنا من البرنامج هنا يا ريت يكون في توثيق للحاجات دي، بحيث ان انت هو توثيقها واعتمادها موجود، لان انت كلها اقيمت تحت مظلات رسمية، سواء الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي طبعا، بحيث ان انت لما تيجي بعد كده يبقى 150، نقدر بعد كده يكون عندنا مثلا نعمل حفلة عندنا 150 بطولة للنادي الاهلي. لا، وانت اهم من الحفلة دلوقتي، انت الاكثر تتويجا على مستوى العالم طبعا. ده انا هقول لحضرتك على حاجة، النادي الاهلي الناس مثلا بتتكلم ليه النادي الاهلي دايما في الرعاة ان هو بياخد اعلى حاجة. انت عارف كم اهلي في الوطن العربي؟ 30 اهلي في الوطن العربي. 30 اهلي، طب مين ادم واحد فيهم؟ النادي الاهلي. انت غلطان على فكرة. انتوا ما حدش يعرفكم، شعبيتكم قد كده محدودة يعني. عارف انت على فكرة الموضوع يعني اسم الاهلي نبقى في كل مكان يخلي اي حد يفكر. أيه. طب ليه يعني ليه اللمبه اللي منوره قوي دي ليه؟ طب ليه تم اختيار اسم الاهلي؟ يعني برضو لما تيجي تبص على المشهد كده وانت تفكر، طب ما اختاروش ليه مثلا انديه تانية يعني تسمى باسمها وكانت فكره، حتى الانديه التانية لما كان اسمها موجود اتبدل اسمها بحاجه تانية. يعني عاوز اقول لك ايه، ما استمرتش المساله بالصوره الواضحه. فانا عاوز اقول احنا داخلين وعاوزين نعمل حاجه، المشهد اللي انت شايفه ده مشهد مرتبك، مشهد ما بيقولش ان ده مشهد اعلامي على بص لا يوجد فيه ريحه الاعلام.